منا لقوص ومنا ورا. في بالي في بالي سينوري يا الغالب معطى تربي تبارك الله عليا اللي نلبسو يطلع عليا تقول مخيط بالذمه. لا ظهر يا سي بومزين تعرف حتى من الهرموني بتاع الكوليريت تقول معموله بالذمه سير ميسير. اسمع يا ضو ايش اقول لك ايجا ايجا بجا ربي وين ماشي بعد حتى تحوس وين نهبط من بالفدار باش نعمل دوره نعمل طلع على صحابي القرود وبعد نعمل كعبات ونجي. تعمل كعبات حاجه الشرخ ما تحشمش على روحك. متي يا اخي ما تحشمش على روحك نيتك مقعمزه مو كعبات كاكي. نستخيل انا برا برا اقصد ربي برا برا ربي يكون في عون قرود بالفدار اليوم برا. صباح الخير. دوري شو يعمل معاك براد بيت؟ قال لك هاو هابطي حوس يعمل في دورة. هابطي حوس وبراد بيت تبدا وش تضمر واسمع نب عليك من البلاد هذا. ضو بصراحة بصراحة مقوى سعدها اللي باش تحوزك. حلو من بلاي تعمل زي قولي الحقيقة من غير ما تكذب علي شنو رأيك في الحطايط نتاعك؟ أوه ياسر فونتاغوريست فونتاج كبريف حاجة دقة في المخ. لا الحقيقة فما حاجة هكا ماهيش شنو حلو ما تقوليش ان الكوليرات ماهمش خارجين على بعضهم يا بنتي يا خضر واسكت ايه مستقبل مرسى ومندراب نبسة منهم. لا مش في الحوايج. مالا فين؟ شعرك. شعري تضحك انت نوري عاجبك شعرك وانت تقول شي حاجة وانت مدام حليمة يا اخر مرة مازلت نجبدي على شعري ثاني بالثاني من يداك اللي فهمه من يداك اللي اعطاه ربي اللي عنه يهز اللي عنه يخلي شعري هكاك وانا فرحان به وانتم الزوز نجي منفو عليكم بسلامة. اي اي قوم انت هز البانو قوم. حبيني تبدلني جدا تن 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 ما يتعدش كيف يتعدى. شه 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 صحة 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 يتبارك الله على ولدي يتبارك الله. وين ماشي؟ بالفدار. ايش بما فيها باس اما رد بالك على روحك عايش ولدي. مدام يا اخي انت تحكي معايا انا؟ ايوه مالا شكون؟ هاي شد. بسم الله العظيم الرحمن الرحيم. من 50 دينار؟ هاي مصروفك. نحبك اخرج تفرهد الحاجه اللي تشتيها شريها ما تقعدش في قلبك باش نعيشوا مرتين احنا في هالدنيا. اليوم صبحت فرحانه نحب نعطي نحب نتبرع نحب نساعد الناس الكل من عند ربي. 50 دينار باهي مش كل مات اليوم. لا 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 اليوم ماهوش عادي في بلادي جمله. يا حلومه يا ناري يا حلومه يا ناري يا حلومه يا ناري. شبيك لاباسه؟ سبحان الله مغير الاحوال يا جماعه المدام يضري فيها. اشبيها يا شدوا لي روحكم من ساعه يا ولدي انطق شبيها. لا يا سيدي يا مدام فريده قلم وصلي قالت لي رد بالك على روحك يعيش ولدي. والله جات نسخايب ندري شو صار لها انا. يا استنى يا ولدي هو جايك الضرب ضرب تكلات جمله. المدام يا جماعه نشد روحكم مليح 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 مدت لي كارت ابو 50 دينار. 50 دينار تعال شوف والله 50 دينار بالحق. بعثتك تقضي في حاجه؟ لا لا مصروفي مصروف ذو تخبيهول. سايبوني قالوا تخبيهولي يا بنتي قالت لي ما تخلي شيء في قلبك. لا فريده قالت لك هكا اي مالا خياله والله وحده وحده امبوسيبل. ولا كيما نحكي لكم يا ولدي بالكش شربت الخشخاش كل مره الاخرى. يا بنتي لا خشخاش لا زعتر خطيني. هاي يا جماعه مالا نخليكم في الامان. اي سهلين ذو ذو خلص هذا المبروك بتاع الخمسين. اي مبروك مبروك. هيا ملا نبارك فيكم باي باي. يعجبك شي تو تعرف حليمه مادام عطات الضو 50 دينار كاملين لا في حالتها شوا بادي تو. اي بالحق نوري. هي يا حسره يا حسره على زمان الرخاء وقت اللي كانت الفريجدار تقول لها ساعه ترحل بالقضيه. دينار و500 اش باش نطيب بيهم انا هذو مسي فريمون ابسوليو ابسور بريف حاجه ماهيش نورمال بالكل. تمد 50 دينار الضو وكاست الكوجينه تخليها فارغه. اش بيك انت اش بيك؟ الو 100 دينار هذوما باش تمشي تقضي القضيه عطاتهم لك الا فريده. عطاتك 100 دينار للقضيه وعطاتني ليا انا
50 دينار كيف هو؟ لا لا ماهيش نورمال بكل هذه، يلزم في اقرب وقت نزوها للطبيب. ولا زعما الواحد يصبر عليها من هنا للعشيه ثماشي ما يدق الرحمن تمد لي حتى انا وريقه ب 50. ها؟ عاد انا قلت لك شيء ملوخيه مش ملاك. جات ميوني راهي طيبتها. هذه جديدة. مش على حاجه، خايفه على البيبي. بابا فريدة حبيتي نجيب لك الدواء تاعك؟ يا نصيرة بنيتي هك غلطتني. سامحيني. والله عرفتها ملي ما لقيتش الصابون نتاعي اللي نسبحت بيه، عرفتوا لي نهار هذايا باش يطلع كبيس، كي شعر فيفي. أيا ما تسكتش دوكا، تطلع جوني وأنت جبت لنا الحكاية تاع الصابون. يا ولادي صليوا على النبي، يا ولادي فاش قام العرك شنو هذا؟ اسمعي لي شكون اللي جا؟ لا لا يا أمي، ما فما كان خير، ما تقلقش روحك. اللي جاء راجل محترم شادد كرطابة كحلة جلد، يقولوا له عدل منفذ. وفي رواية أخرى يسميوه لوسي. بسم الله العظيم، شي حب عندنا؟ لا لا حد شيء. جايك يطل باش يشرب كويس وزاطة، جاي يطل على العائلة في زيارة خاطفة. حد وينه؟ شبي ما دخلش؟ لا لا يا أمي، هو مشى، أما أنا هو اللي باش ندخل. تيزي من الريق وين تدخل؟ شنو الريق هذا؟ والله مازال ما نعرفوش. يا المرناقية يا العوينة، والا اذا طلعوا زوز كومبلي اتاو يرميوني في بوجرومي. حقا ما بوجرومي سكر تاو ما يحيوش هذوكم يحطوني في بلاصه اخرى. اللي جاء يا امي هو عدل منفذ، جاب لي استدعاء باش نقف قدام حاكم التحقيق. اوه بسم الله عليك يا سي اسماعيل. بسم الله على ولدي، وفاش قام يقف قدامه عايشك؟ ها ماله يا امي نتكلوا، وجاب ربي كشاهد مش كمتهم. بون ماما. وفي انتظار ما يخالف ذلك انا ماشي ندوش. سي اسماعيل عندك شي حاجه تتغسل باش نعمل ماكينه اخرى؟ لا ما عندي حد شيء، كان تشدني انا تغسلني وتشللني فماش ما يعفيو عليا. ايجا حليمه وين ماشيه؟ ماشيه نحط المليحه في تغسله ونحدد سواري. سي اسماعيل يا بنتي يزي وانتي النهار الكل تكرب، ارفق بدنك وارتاح شويه. و حليمه تعملش مزية على ميمتك، اخلط عليا البيتي اسبق لي هالذويفرات. الله يبارك. هكا هو خير شيء ما تراش بيه، نكسر في مخي نطيب ونصنف ونزيد ما ناخو حتى فرنك. انا اليوم غريف جنرال مانيش مطيب. ايه لا استطيع ان اقول لك فلن تفهمي. نوري انا عم مش بيك. يذكر لي الا فريده مريضه بالحق، تعرف اش قالت لي؟ قالت لي نحبك اليوم تقعد ترتاح ويزيك بالقضيه. صح لا لا صح، مرات حتى قلت زيدك الفلوس من فوق واسمعيش بيها عيط. ما وجه عدل المنفذ جاب له استدعاء من عند حكم التحقيق. ايش تفدلك؟ الله 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 الله، تعرف مزمر عليه برشا، ربي يستروا. اسمع ويزم يمشي اليوم يا حليمه. لا لا الجمعه الجايه، مش متهمه شاهد. اسمع حليمه المدام ما بعثت شيء لي انا. اش تحب تبعث لك؟ شنو حليمه يا اخي شيخ عليا فلوس فلوس 50 دينار كيفكم انتوما؟ لا عادوا يا اخي العباد الكل هي كيف كيف. هاي نخليك نوري، انا هاني طلعت لها بلكش تزيدني هكا حويجه، شكون يعرف. اوكي نزيد نصبر عليها حتى لا شيء. وقلت في نفسي وانا ارتعد انها ترنيمه النبل. اسماعيل. انا نسيه، حاجتك بحاجه؟ ما حاجتي بشيء، واش راك دير؟ مش عارف بحسبك اش نعمل في بيت البعض، نقلي في البيك كيما نداوش. صحة صحة شيري. صحة بدك سحق حاجة نعاونك؟ لا بارك الله فيك، وكانك على ظهري حكيته وحدي. اسمع نسيها نسيها. شنو الصابون الروز بتاعي لقيته، اما الشامبوا ما لقيتوش. انا قاعد نحس اللي فما مؤامرة تحاك ضد نظافتي. وش بيك اسماعيل اليوم؟ ها شو بك تعيط؟ خذ الشامبو تاعي واسكت عليا. اي لا محزون قاعد نستنى في البيميسيون تاعك انا. يا نسيه نسيه، تعرف وانا ندوش اش صار؟ انا ماشي في بالي نظيف، عاد كي ثبت فينالمون يظهر لي طلعت مانيش نظيف برشا. اسماعيل اسماعيل وش بك علقت الباب؟ باش ما تصدمش عليا وتخليني قاعد. اسماعيل حل الباب.
وحلف اسماعيل ما يحل الباب. عبا اسماعيل وش بيك؟ عندك اكثر من ساعتين وانت في الدوش. باي باي عادني كملت. لخا واحد يقف قدام الحاكم وهو نظيف. يا نصيحه نصيحه. شنو تشبي الشامبو تاعك ما يغيش ثلاثة طليات وشي. عبا شامبو تاعي ما يرغيش؟ اه امبوسيبل. تماولي في الدبوزه الصفراء. لي في الدبوزه الصفراء هي دبوزه صبغه شعري شيعي. نصحك شلل شعرك في ساعه في ساعه ولا يخرج لك شاتين كلاب. صبيغه الله الله يهلك اللي هز لي الشامبو تاعي. امين يا رب العالمين. اجل اجل يا سيدتي. لقد دخلنا بعض مدخله لم يدخلها اهل من قبلنا. يرجع انت قل لي يا سيدتي ماذا بدي؟ شنية هذا؟ حليمة ما زيش دخلي بعضي نركز نبرف على مسرحية شجرة الدر. اوه ولازم كسرون تلحليب على راسك؟ تيو بنتي اكسسوار هذاك يا اخي شبيك ما تفهمش انا يجبني ندخل في البرسوناليتي متاعي. ياخي مش عفتش انتي باقي شاد صحيح باش تمثل نسيت حكاية مرتك سلوى وعصام. احترم روحك عايشك ما عادش تجبد على قد دوراني نقول لك انا. بون سافا سافا اه طبعا نقول لك تشاو تشاو. حليمة ايش هون ايش يا اخي ايش بك مزينة انتي ومبدلة وين ماشية وين ايش بك ومش بقى الكل فر فر ماشية نعمل دولاشة في اللافايات. وشاورت المدامة بيان سور تي هي قالت لي برمشي يعمل دورة وفرهد على قلبك وشوف وجه ربي يا ربي ان شاء الله ديما هكا. عجب مش نورمال زعما السادة. اسمح لي ما سألتش عليها. ليه؟ علاش؟ اسمع ما عادش تعاود ذلك راني نقول لك انا ما كانش بدلوك كان روحك. على كل نخليك انت والبرسوناليتي نتاعك ونقول لك تشاو تشاو. نوري ثم قهوة. ثم هاتوا سخنها ونجيبها لك للصالة. إلا نصيرة إنا خارجة توصي حاجة؟ عيشك حنونة أنا تاني أنا رايحة للجمعية. اسمعي يا أخي عطت لها دواء الماما فريدة بيان سور كالعادة. أي نقول لكم باي باي. يا سبحان الله مدام. وين نوري؟ إيه مدام فريدة ما سألتش عليها. لا علاش؟ حتى أنت علاش؟ لا لا حتى شيء قلت أنا وصلتك شيء الشاي دفتر اليوم. لا ما وصلتني على حد شيء. يا ربي يا ربي يا اخي شبيه نسيتني زعما متغش عليا. بون يا نوري نحبك زين زين. واو شحال راكي شابه صحه صحه. يعيشك يعطيك الصحه. اه عجبتك الروبة؟ عجبتني بارك راهي شابه بزاف وش بيك هم داري ورده في زمانها. عاد على ورده نصيحه. وش حبيت زادة؟ نصيحة قل لي وين الكافات الموف متاعي؟ ايه بالعقل لا ما لقيتهاش في الكاردغوب متاعك؟ ما لقيتهاش. ها نهار المفاجآت اليوم صابون ما فماش شامبو كيف كيف تو جا دور الكافات متاعي وليت ساكن في الفوي يونيفرسيتي انا. كل شيء تعمل عليه عركة ما قلت الكرافاتات البس الكرافات اللي تجي قديمك. و لا انا تحب علي هي هكا تسالوني. قول والله ما شعفتش بالبوفة. شعفت انا يحب على الموف خاطر عصوتي بعصويتي. بون مش لازم الكافات تو نخرج هكا والبيمه يتعرض لي. تفضلي. صحة خلي غادي ذيك المدام. تفضل مدام اشتهيت بني قلت نجيب لك قهوة فيها شوية زهر. يعيش ولدي يا خو بخاطرك. اي صحة المدام جي فريمون فاناتيك. شنية قلت لك ما شاء الله عليك الروبة زدت صغرتك. لا لا عايش ولدي طول عمرك صاحب واجب يا ولد تركية. صحة اي محليها محليها هالوردة. صح المدام يا غير شكون عندي انا. سالو تو الموند علي بون جورني. اجا لهوني فروزين وين ماشيه؟ خارجه
ايجا ايجا ايجا، نعرفك ما عندكش فلوس فوق منك، شد هاي. واو 50 دينار يعيشك مامي، اما جوست نحب نعرف شنو هي المناسبه، انت حتى من الانيفيرسير نتاعي تعدى. اي نعرف، اما مناسبه اللي بنت ولدي خارجه وما عندهاش مصروف. اكهو اكهو بون يعيشك مامي، سي تري جونتي. يا ربي فضلك مدام، ما تستحقش حاجه اخرى؟ للي عايش ولدي. يا نوري. نعم لا لا نعم لا لا عايش ولدي منو هكا نقص الملح، المقرونه البارح تقول عليها طيبه فيما البحر. الله يبارك. واذا نجمت تعملنا كعبات مبط. الله يبارك. لا لا هكا هو، اذا كان عندك وقت عملنا فاي محليل ما فيها بيس. هكا ولي هكا هو مدام، ما ثماش هكا حاجه نسيتها؟ لا اما اذا تفكرت حاجه تو نعيط لك. اوكي. بارام 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 بارام. Et moi, je suis ton... Bon, j'ai dit ولا قلت منين تفهمنا الفرنسوية؟ الفرنسية عندها مليها. عندها مليها يا ولدي، أنا نطفيك، أنا ما نتلعبنيش الفرنسوية، أنا بيو نقص ديريكت من الإنجليز. في بالك اليوم سينوري أنا قدام قفص القرودة مع شكون نحكي؟ بيان سور مع قردة. لا يا سيدي، نحكي مع قنبلة توريستية إنجليزية، يخلي دار أمها يخلي دار أمها، شنو تتكلم إنجليز؟ واسمها يا سيدي إليزابيث. شنو تحكي معها بالوامية؟ بالوامية. لا يا ولدي تعرف بالله العظيم المرأة قاعدة حالة فمها فيك ولا في القرودة؟ القرودة تمسخر تمسخر يا سينوري، تحسب روحك كان أنت تفهم في اللغة يا ولدي؟ اللغة راي موهبة من عند ربي، حتى كان ما تتكلمش هكا تعدي نفسيتك بعينيك وبيديك والإحساس هكا. باش نقول لك حاجة، المرة هذيا نسير سير نسير نسير باش تعمل لك صدمة نفسية على الآخر. بيان سور أنا مصدوم منك من هكا العام. لا لا المرة هذيا نسيكورو باش تتصدم صدمة مش نورمال. سينوري في بالك اللي انا واليزابيث مش ناخذ بعضنا؟ نعم. تضحك تضحك، نقعد ديما نتمقع. ريت هذيا شنو هذيا؟ بكا بكا هذيا صاحبي، هذيا شجرة حبنا شريتها لي اليزابيث باش نغرسها ونتلها بها في الجردان دامور. وين باش تغرسها؟ في بيتك؟ مش نغرسها في جنينة، نسلم دك واني ماشي من دو باش تحفر لها حفرة. هيا جود باي ماي سيستر. برا ربي عينك ماي فريندس. اسمع يا ضوي ايش اقول لك؟ ايش بجاه ربي بجاه ربي كان لقيت كنز مره اخرى ما تعيطليش. الله عوي. نوري سالو. ايه عملت فرهيده تهبل زيد يا ولدي. لفايت تقعد ديما وحدها. تعرف نوري اكل 50 دينار اللي عطتهم لي لفريده عملت بهم فطور قمقم. كل كيلو صرفت 50 دينار؟ ليه فضلت منهم؟ ماني 100 فرنك. كنت تحب تحطهم في الكيسه حطهم. اش فما جديد؟ سي اسماعيل روحة ما نعرفش عليه. يا ربي يا ربي يا بيك نوري. فادو دوبتيقر انا. يعجبك شي المدام تصبح صباح تفرني في الفلوس على عباد الكل كان انا جيت على عين العورة. زي ما كان في نقص شويه ملح من الماكله وزيد تمحكم في الرشته. صار هذاك علاش؟ حليم خير لك راهو. جاوب مازال نهار طويل. بالك شي تتفكرك هكا بحويجه. قل لي هي سالت عليا الا فريده؟ لا يا اخي ما تشبعش انت. ما نزار عندي حتى هزيت لها القهوه وقعدت واقف بحذاها درجين ما تلفتت ليش جمله. يا لا
علومه القمقومه. سالو. اه نسينوري. اه نفس ربي بحويجه من عند المدام حتى 2000 فرنك. اه ضو هاك شيخ اش فما؟ ما في بالكش ما سي ضو تعرف على واحده قوريه. بالمجد فرنسيسه؟ شنية فرنسيس يا بنتي انا الفرنسيس ما يلعبونيش جمله انا تعديت ديريكت للفينال انجليزيه بنت عم دافيد بيكام راس اسمع سيدي وبنا اللغه حكيت معاه من اللغات الكل يا بنتي عملت لها شكشوكه مش نورمال عربي على سوري على طليان عادي في بلادي اللي فاتك اخرب قال لك باش ياخذها اي امان يا ذو هكا في صعبه بدلتني يا بنتي هذاك حديتك انت قنبلة إنجليزية واسمها إليزابيث باش تاخذ واحد اسمه ذو أنا بصراحة ما صدقيش الحكاية. ما تصدقيش شو قعدت ما تصدقش تو كي ناخذها ونجيبها لهنا وقتها تو نصدق بالسيف. ذو وين عرفتها؟ من بالفيدير قدام القفص نتاع القرودة. يسي يمينا سكرنا غاديو كا. حلومة خدي طالعة معايا ولا ضدي؟ آه برا برا فهمت. الغيرة انتهى بالشيرة يا بنتي. يا مغيارة. تفضل فريدة يا حليمة عايش بنتي ناديلي للنوري توت سويت نوري 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 اش فما الا فريدة حشتها بيك يظهر لي دبرتها قول حق حلوة قول والله بالحق الحمد لله عليك انت فكرتني يبا أمفا أهم دابا عيط لي حشتك بيها يا نور برحمة تركيا وبجاه ربي سامحني يا وليدي راني نسيت الله غالب ماك تعرفوا ما ينتك ذاكرتي على مورد اللي نعرف نعرف مدام نورمال ما صار شيء تعرف مدام حتى أنا قلت كيفاش نسيت وانت شكون قال لك هو شنو شكون قال لي مدام يا خيتي مش تحكي على الخمسينة إيه شد يعطيك الخير مدام الله لا يضحك علينا يا ربي شو غدوة على الصباح نحبك تمشي لسوق القرانة باش تقضي لي قضي إيه؟ هي إذا صدقني ربي تتكلف 49 دينار يظلك دينار تعدى خذ لي بيك عبيت كعكة مر زادة وكهو مدام أكهو يعيش ولدي أو انتو ذا كتير باش أتبعو بالله العظيم من خالتي شاء لن تعمل خير مني اش تعمل خالتي اش تعمل اتهنى بقى شفتو ليه ليه يا ولدي مانيش على فطور انا ما في بالك فطرت البرة باي باي سيدا صحة يعطيك الصحة اسمع تنجم تقاشي من هنا وتمشي تتلهب بالبكة نتاعك وتخليني نخدم على روحي خير لك باي باي يعني خارج نشبيك متغشش اما نوري بالله سامحني نحب نطلب منك حاجة مسيرتك انت انسان مثقف وقاري البرة نعم شكون قال لك اللي انا قاري البرة حلومة قالت لي الناس تبدا تقرا في الاقسام ونوري يبدا يقرا في الكياس هذاك علاش تردوا تتذمر سي ضو يا نوري تيش نشبيك تغششت نفلك معاك هاو نبوسك نوري خويا تنجمش تقولي على كلمتين ثلاثة بالانجليز نسالك بهم اموري مع اليزابيث ونخلصك راه تخلصني ياي بهات اسيدي اش تحبات ياي نوري نتو كيفاش نقولوا انا نحبك برشا برشا بالانجليز نحبك جي اي لاف يو اي لاف يو يا ودي نعرف هذه هم ديما يقولوا فيها في الافلام انا نحب برشا برشا كيفاش برشا برشا جي لطف لطف علاه مريضه مش نقولها لطف تشبيك ما تخلف برشا معناتها لطف نحبك برشا معناتها اي لاف يو لطف ياي لاف يو لطف بلي نوري فما كلمه اخرى تقول فيها وتعاود ما فهمتهاش شنو هي تقول استنى يا ربي كيفاش هي اي تقول اي دون نو ما نعرفش ما تعرفش ياي هو انا معمل عليك ونقول هذا مثقف وقاري البرا وانت كلمه دون نو ما تعرفهاش يا ربي زيد متخلف متخلف يا علم بحلومه يجي نبنك بعدين نعمل كويس تي مادام انا كملت النديد مع سي نوري وين تبنك انت بالذات تخرج من الكوجينه نتاعي تتمقصص امان نوري صدقني مسخايلها باش تعطيك بايك بالحق نستاهل ديما ماكش فيه تجيب كرسي وقعد
ليه لا فريدة تستنى فيا باش نعمل لها مساج بالكش تزيد تعطيني حويجه طيب محسوب بقى عطاتكم فلوس وصرفتوهم ورجعنا لابد الكل كيف 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 مش بالك يا نوري ودي مانيش كيف كيف يعني كانت عندنا كل واحد 50 دينار وصرفناه وانت لا كانت عندك 50 لا صرفت شيء فريمون قاعد تصبر في روحك اللوتوف على الاخر يا نوري هذا اللي نقول صحابك تعرف كان جد الدنيا دينا رانا نخلطوا ونقسم على ثلاثة احنا نقسم على ثلاثة علاه يا اخي تحسبنا ترويكا اسمع اخرج عليه من كوشي دقاش دقاش ها شنو هي الحفصية اللي حليتها انت شنو هو راني نخيل لاغوب اللي راح نلبسها نحب روحي لا ستار دو لا سواري علاه وين ماشية لا سواري دي زوسكار صراحة مازال ما خيرتش وين راح نخرج اما لازمني نخرج عندي 4 ايام ما خرجتش غير كرهت في الديت ما انت تسبق في الاحصيه قبل الجامع وانت وش بيك يا سي محمد ما حجمتش انت محسوب ما حجمتش يلا راني معاك شوزي اون بلوس فديت من حكايه هذه هيبه الدوله سنين الله وانا نعين وانا محجم 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 يزيني وجهي شلخته يزي فيه باكا كان جاب الحساب هاي خديت شامبيونات دي مون تاع العجامة باي باي على خاطرك اتو ندخل الحاج شفت كي تاخذ الراي هكا نحبك شيري واو شفنا شيري تيا تيا لقيتها اليوم لانيفيرسير تاع فيفي اما شيري ولا ما عندك ما تعمل اروح معايا فيفي شكون هذه فيفي زاده الكلبه تاع مرفت ها انيفيرسير تاع كلبه باهي يلا قولوا لها كل عام وهي حيا بخير طو بابي العباد هذوما ما عندهم ما يعملوا ايه شيري ما تنساش اعطيني لافاتور على خاطر الكهرباء تاع مرفت راهي عند الميكانيسيا باهي يلا هز هز يا اما استحفظ في السوق ها خاطر نعرفك تقولش عليك متعلمه على تراكتور شنو باهي باهي دكار صباح الخير صباح الخير ماما فريده صباح الخير أمي صباح الخير ها عندكم حريكة هونية شنو برنامجك بابا أمي أنا برنامجي هاي يظلي هابط نحجم راسي أحسن ما تعمل خاطر ملي حجمولك من الوزارة أمورك مش باهية سلمت في روحك نصيحة قولي يا أخي أمي عندك كونت فيسبوك فيسبوك سافا با نو علاش ما لا منين حفظتها هذه كلمه يحشمولك مام نفان زريعه حرمن هذه زين زريعه الحرمن ب نزن مغرفه نخلي زنجبيل اه وي نسيتي مغرفه نخلي زنجبيل صحيت صحيت يا دو مام ربي شنو مريخر لي شحم قنفود موجود نشتر المغرفة نشحم قنفود مام زنجر نزر نزرعة الحريقة ياي طال مش نجيبها من جنينة من كتر ربي كان الحريقة يا ربي يا ربي نوب عليا بمرأة نزيل أمل كي مرفت أمين ايه انت أقبله يا صغيرة مش انت توعات ياي يا ضو يا ضو يا أخوي عاد يبدأ نشارك نأسفر ونسبسم وابط عن القصة وانت والله شو بيني انا تي والله حتى الجنيه تطلع بنظيفه ما تخيبش ياي فيت فيت شنو هذه فيت هذه ما تكون كانك الخلطه اللي حكى لها ليه هو باش يرطب بها شعره هاو نقول لك فيه هاي شميت على قاعده زيدوها شوية منها زيدوها أكثر شاي طيبة صاحبي ضو يخميس على جوك انسي ضو يا ودي غدوة من قدرة ربي نصبح الألماني نشبيخن نزيدوش ايش عندما تقول جناتكن نشلي بديش لا بسم الله يا بسم الله ضو اوه نربي نقال مش قطر الخير شنو جايبها هذيك نصباح الخير خالتي فريده
خل خلز روسك، ما حاش تقولي خالتي. يا عمتي فريدة يعمي عينك ويسدها. قول مدام. باهي مدام. شو هذا؟ وش هي الريحه؟ تقول جيفه. بسم الله العظيم مدام، هذيك الوصفه السحريه نتاعي لقيتها في كتاب الذخائر في عجائب الاعشاب والجبائر نتاع ابن شقشق الاندلسي. تقص البهيمه هذه؟ لا لا، مش نتاع بهيمه، نشعر. هذه ضربه ضربه يبدا يجي شعرك حكاكه نشيته، تعملها اليوم غدوه صباح يصبح شعرك اصفر ومسبسب وهابط على القصه. تعرف مدام، انا عمري كل نتمنى نبدا نركب هكا على موتور ومفلس في 180 وشعري يهبهب في الريح. مدام تحبش نعمل لك ضربات في شعرك؟ يحتك ضربه صليح، لازم العائله الكل شعرها يهبهب. هاك انت تطير في العين. اسمع، شو هي القوطه؟ ني مش بك تقول لي انا؟ ما هو انت باش تمشي تشري لي. باهي. اما شو؟ ما نحب حد يعرف. علاه مادام مش علاه يا اخي يسمعك هكا يقول ما ادري شو مش نجيب. سكر فمك. شد. باهي. مادام شنو هذوما؟ جاني عارفه 200 نتاع شنو؟ حق القوطه. 200 مدام، تحبش نجيب لك المنديله نتاع الحلابي تشمها؟ حتى بالفروازين خذت مصروفه نتاع الصبيط. تضحك انت للا، صحيتك اكيد تخليني نتكلم قدامها. اش تحبني نعمل؟ تكونسيت انا على التلفيته نلقاها ورايا. اسم الله العظيم، تقول واحد بخر لها. صباح الخير. صباح الخير. ضو ضو صفا، شبيك؟ لاباس؟ مريض يا اخي؟ اش عندك؟ شبيكم؟ ما عندي شيء، عادي في بلادي عملت وصفه لشعري باش يرطب ويصفر بالعربي. نحب نعرس. فيت يا ضو من الريحه. ضو عليك، يحب يسوق البطور باش شعره يبدا يهبب في الريح. اسمع انت نسينوري، انا حر في شعري يهبب ولا حتى يمعوخ. ثاني بثاني انا مانيش عتهبيب، انا على العرس جنات تموت على الشعر الاصفر المسبسب. حبيت نعمل نسير بريز. خرك انت مش ما لقيتش امراه على خاطر شعرك، على خاطرك ما لقيتش النفخه اللي تنحي لك التخلف اللي عندك. اسمع سينوري، احترم روحك، على شكون ترمي في المعنى؟ لا لا يا سيدي، مانيش نرمي في المعنى، نقصد فيك انت بالذات. انا يا كيكا ما يسالش، والله نحسبه يرمي في المعنى. بجدك ضو، مش عرفتش من الخلطات بتاع الكتب اللي قاعد تجرب فيهم؟ اه فروزين، ما تبداش تتكومك يا بنتي. الدواء بالعشاب راهو ضربه ضربه، تشوف الشناوه التوا يداويو به. اي هذوك مش الشناوه، مش انت. اسمعوا انتوما في زوز، واحد منكم يقول كلمه زايده نتفاهم معاه. راه مش منك، من التقريطه يا بابا. شكون؟ عاون صاحبي ضو. عاون سن 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 سنوري. اسمع انت بديت ما عادش تحكي معايا جمله، برا مشي نشد كل شيء تخدم على روحك. يرحم والديك. اش بيك نفدك معاك؟ اش بيك متغشش انت؟ اش بيني متغشش؟ مالاش تحب نعمل سنوري؟ قبيله تقول لي اعمل وصفه تنحي لك التخلف نتاعك، وتو تحب نقوم نبوسك منا ومنا. اه صارت توين فهمت الحكايه. اي سينوري توين فهمت، وين نفهم وقت اللي نحب ما يكش فيا. انت ساعه جايبك هوني برا يا ولدي، برا نجي نخدم على روحي الصباح. لا لا حتى شيء، جيت باش نعمل عليك طله يا صاحبي ضو، جيت باش نشوف شعرك بدا يصفر ولا لا. تذكرك ترمي في المعنى يمك فيه يصفر ولا حتى زريق، نقوم من بعدين. طب لا سامحني ضو يا اخي، ذاك حد النيه نتاعك انت تعمل في الطبخه هذه باش شعرك يرطب ويصفر؟ نوري نوري ما تنرفزنيش، تعرفني انا كنت نرفز نبدا نواكوك وما عاد نقدر حد يا خويا. انا هكاك عم لقيت بنعمل روحي تن 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 تن. ربي يخطف عيبك على روحك، الهدف نتاعك في الحياه شعرك يرتب ويصفر. سي فريمون دي نامبورت كوان 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 كوان. محسوب، شو عندك الهدف نتاعك انت في الحياه؟ تو تمثل تو تمثل تو في الليل في المافيولا يطلع الهدف نتاعك التسلل. ها ها ها، وين على خير؟ ويلا فريد، اش عندك ما تعمل؟ كملت القضية، مش نعمل قهوة بحضر نوري. اطلع البيت يهبط تروس ويجي احسر لي حواجبي. واه وفاش قعدت قد فيهم حواجبك؟ عندك وين ماشية؟ ما عندي وين ماشية، ما لقيت ما نعمل. تسني
يا حكاية جنرال عجبتني. مرحبا مرحبا. ها عطاوك الفيزا؟ لا، مسؤول ماهوش في البيغو، باش نرجع له غدوه. يا لطيف، في بالي باش نطلع معاك نحضروا الفاليجات. مدام واه ما مشيتش؟ لا لا نجيت. خرجت هكا؟ يشبيه مدام، عادي في بلادي محسوبي خير نحاشم انا. لا لا نعرفك ما تحشمش، اما الريحه المكربه راك غدا تطلع بيت. وينو جبت لي الكوتا؟ هاي جابت لك هاي. وينو الباقي؟ باقي؟ واه مال هذا بتان فرانكا؟ يا مدام انت طلع عندك الزر، انت نجا عندي شويه صرف نكملت لك بهم، كان في بالكش ال 200 اللي عطيتهم لي يبيع معاك، كان يجيبوا لك كعبتين حلوه في ليو. هات لهوني نشد الريحه المكربه. برا اعمل دورة حتى نعيط لك. وا هيج هيج حل التلفزة حط لي الأخبار. الأخبار؟ فاش قام الأخبار توجع في راسك بالموتى والمجاريح؟ قلت لك حط لي الأخبار وما دبرش على جد بابا. هيا اقلب منظرك من قدامي. بيه وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي غير أن الإجراءات الجديدة الكبيرة والوحدة القوية في مواجهة التباطؤ الاقتصادي. يمان يا روني استرجل من غير فواحدة زيت من قدم بيدي. بالله العظيم اللي خلطتك الوصفة متاعي نحس فيه باش يتشوشتوا بالحرور. سيداو تايا وانت تقبل. شبيك ما تقوليش انت زاد أخذت البونو متاعك. حريمة يا أخي شعملت لك؟ يعجبك شي توا قالت لي جيب قد لي حوايج بيجيت باش نقدلها، قالت لي برا عمل دورة. هو جيبها يا جماعة تطلعش سمعت مني أنا باش نعرس يا أخي نغارت مني. أسمع أنت أسكت معينيش في تفادليك توا. إيش خص يا ربي كان علي ماذا بيا خل تعرس وتلقى فاش تتلهي. يا بنت هذاك حدنيتك أنت عزوزة فاتت 70 بالله إيش معرسلها؟ وبرا سي نوري عادي في بلادي أنت بالذات وأنت عارفها من نسألوني أنا أنت عارفه معنا واحدة جارتنا في البلاد قعدت 6 سنين كاملين وهي تلم في الفلوس، الناس الكل يحسبوها باش تحج بيهم، يا أخي فنتات بيهم الكل وعرست، ولادها قالوا لها يا ميمتي عيب راهو ما يجيش، برا مشي يحج خير، قالت لهم لا محسوب يا أخي مكة هاربة هي. يا حليمة تقول نوري يعطيني من غير فندم بيدي. أي حقا، صفارشي شعرك. تضحك يا بنتي من نحياش نتوى اللبقة من نحيا كان العشية كان نحيا تو يضربوا الهواء شعري ويتيح الكل. لاش خص كان يتيح شعرك نرتاح النص الكل بالروايح. نوري عطي شوية حرام عليك وخيك وزلك كيفاش يتوحوح. أبدا والله لا يلوك شمعت فيه. شمعت انسي نوري باي انت رجع لك في الأفراح محسوب في بالك بروحك كان انت شميتي. وانا باش نوريك شميت على قعده في بالكم اللي انا امي الله يرحمها كانت اكبر شميتيه في العالم. اكثر من نوريا؟ شنيا نوري يا بنتي ما يلعبهاش جمله من قدامها السنه الاولى ابتدائي ما اكثرش وقت عزتي وبابا الله يرحمه قعدوا 5 سنين ما نجابوش صغار. يا اخي قتلوا كي نولد جم صغير تعطيني 10000 يا اخي ولدت وقلبها. اي وين هي الشميت؟ شنو وين الشميته؟ ما هو صغير اللي جابته وانا اكثر من الشميته هذيا. يا الحمد لله كي ضحكتكم هذه. ماما الا فريده مو مامي مامي ولا فريده شبيك لاباس؟ مامي مامي حليمه يظهر لي قاعده تعمل كخز دازم اما رفيسه فشاشتها معنا ما لا لا يا جماعه يظهر لي صباعها نتاعها مقصوعه راني نقول لكم. الاخبار تشنوى مامي؟ الأخبار قالوا الدنيا بشتوفة عام 2012. شنية؟ صار هذه هي الحكاية؟ والله ربي يهديك مامي طيب هذه حكاية تفجعنا عليها طيب مازلت صدقتي الحكاية ذوما تي موكيكا كل عام يقولوا الناس ناخر عام ريت كي قلت لك فك علينا من الاخبار. يا مدام تقول لي نصدق في الاخبار قالوا عام 2012 انت انا شريت حكه جل شعري توفى عام 2013.
جيل بربي يسقط انت ياي لا حليمه جيل اي جيل شبيني انا ما عنديش الحق نعمل جيل في شعري يستناو منا الغدوه كي ما تقعدوش نحلينا فيكم في شعري انا ما نسميش نضوا الاخضر كانك علي انا من غير ما نستنى الغدوه من اللي حطيت سيقك في الدار وانا فمي محلوب لا مش هكا كيف بالصوابه كيف ما هكا كيف ما هكا ولا هكا بالله صايب الطفله مرجتها هي قالت لي تحب تتعلم التطيب قالت لك تحب تتعلم التطيب مش قصار الخضره اي محسوب سهل هو التطيب لاركي لينير في الاوروب تضرب 9 سنين بعد الباك لازم تتعلم القصان يا بنتي الباز نتاع الخدمه هي القصان بالله انت فاش قام قايمه تحب تتعلم التطيب لا يقال قام لقيت ما نعمل تخلي ندس فاستي هكا يا اخي وينو ذو سلمني فكرتني زمني نمشي نعمل طلحه على شعره والله مسخفني ذو يحب يعرس باي طريقه طب ليه مشتكم البال ولا ذاك باش يعرس علاش ليه سي نوري جوستومون انا يظلي ما يعرس كان البهلول مش هكا حلومه نعم نانا اش تقصد انت ايش بيه عك هذا زعما بدا يتبدل والله غريبة في الكتاب مش حاطين هذا الحكاية يا ذو يا صاحبي كان نسلكوها في التصورية والتسبسيب والله هكا نوري لما نقروا نعجبوا نشعروا تقول الحكاية نتاع معون ها ذو صفا لاباس الحمد لله سي نوري نفضل خويا شنو جايبك لا ما عندي ما نعمل قلت نمشي نعمل نطلع على خويا ذو فاش قام خويا تعمل عليا في طلق قالوا لك عليا مبيس في السبيطار برا عايش خويا الكوجينه بتاعك تلا في العجاج يا اخي شبيك ذو اليوم ما عادش حاملني بالكل انت اليوم ما عادش حامله انت عندي قرن انا مانيش حاملك غير نصبر عليك على خاطر الكوزان باهي يا خويا شفت روحك قداش قلبك خايب معايا وانا نحبك انت تحبني لا ظاهر من عينيك على كل حال تعمل نسي نوري تو نسي كل لد نشادة تخده هاني مش نعرس ونخليها لك واسعة وعريضة استنى شمين نتخلو ذانا ينتي مش نتخليها لي واسعة وعريضة هاي اللي مات ندبر وين تسكن نعم بابا ندبر وين نسكن هذا دخلني نخرجك ما قلتش حتى الاخرى نقسموه استوديو شنية نقسموه عليه خوي كعبة ملاوي هو تيول كله حكة اس بلس ان معناها انت سيادتك مش تسكن في الاس وانا والمدام زوز نسكنوا في الان باهي باهي يا منعاش تو كيف تعرس وفضوها المشكله يا منعاش انت دار فيك ماكش مصدق باهي اوكي انا مش مصدقك انا مصدقك على الاخر وتو تشوف في عرسك اللي منهده باش تطيح يا زي نوري جاتك مش ترتاح لي في عرسي شو بالمحارم زاد عايش نوري يا نوري اللي نسالك سؤال على ما تعلم تو شهر العسل ذايا لازم ولا من اختياري شو لازم سير يا ودي إيه أنا ماني على الفلوس ماك تعرف أنت كيما يقولوا المسار البير وغطاء بلاي نوري نسوي سؤال آخر توا شهر العسل هذايا مسالش قل من الشهر يا أخي ضم توا أنت لازم عليك معناها تعمل الشهر عسل أنت ما عملت 3 أيام في البركة باهي نوري بلاي سؤال خليني ما عادش نسألك توا شهر العسل هذايا لازم نمشوا زوزة لا لا يا ودي بعث هي وحدة يجي في البركة الله يهلكك يا الله الله يهلكك دي ما تخبط كي جنب قاية الله فرش مش أغرب عليك يا فيش تعمل انتي فيش نقيتي نعمل يا نوري انا نسلح فيه الفرش يخزو كله مخلفل هيا نجابك ربي ويدا ويدا ندخلوا فرش نحطوه بجنبه ويولي عندي فرش بلاستين بالله بالله يا اختي ناوي تبعت بعثين الليلة يا ودي شبيك يا اخي تبسيت في مخك ايش بيك انت يا نوري يا اخي انا ما قلت لكش يا ودي اليوم العشية عرسي انا وجنات شنو هاكا خالتك فريده برمشي احكي معاها باش تعطيك بيت وين تسكن فيه ماك تعرف عادي يا نوري انا وجنات الليله باش نبيتوا عرسان ولازمنا شويه زنتيميتي بجاه ربي يقول لي تو جنات هذه ناوي تخويها ولا تسخرها ولا تحضرها شنو الحضر يا اخي جنيه هي يا ولدي مراه ينس من خيار زنس يا سيدي تعرف كيفاش العشيه تو كي نكتب على صديق ونروح بها تو نشوفها بعينيك بالله اسمع تعرف جنات هذه مو موجوده كيف في المخ نتاعك هاني نقول لك كان في مخي ما تحبش تصدق انت كل ما كنتش مصدقين باهي نبرم على روحك ما فاش تعمل فاش تعمل اخرج علي من بيتي خير لك باهي يا نوري يا ماني ننصحك مليون دبر وانت بيت وما كانش باش ترسلك بيت لبرا ما تعرفني انا شعراوي وما نحبش شكون يتكشف لي على الحريم نتاعي
يحرم جلدك واللي به ولدك يا ولدي. يخرج لندق لك المخ نتاعك، يخرج لندق لك رقبتك. كيكلو هكا تفرج هكا قالو عرس. بسم الله شكون شبيك؟ ليلي شيخ نحب نحط الحلقه الاخرى نتاع لميس الفريده اليوم حبيبها هذاك كمراد عرفتو يمكن يخطبها. ما ثماش مسلسل حتى يكملوا الاصدقاء الصغار. يو من لقط الشام في روحي وخوتي. بس ترس تفرج معايا خيرك من المسلسلات اللي لحسولك مخك. انا اللي مخي تلحس بلا فاتي متروميز لنقوم لك توا. ما عادش يساعدني لا فريده، شنو واحد يتفرج في حاجه بالمرج؟ نحب تلفزه في بيتي. من نعمات التلفزه في بيتك؟ هذيك تلفزه تشوف العباد فيها زرق ومنكتين بالاخضر، تي نحطها درج عينيا تولي تدهدس ونسكرها طول. احسن بنقص على فاتوره الضوء. واه معناها انت عمي باش انت تقتصد في الضوء؟ لي نحبكم تتفرجوا معايا في تلفزه واحده دار راهي ما هيش لي سبايتا. باهي لا فريدة عطيني شوية نشوف شوية بركة. قلبتي منظرك عليا توا. باهي عطيني نشوف خطبها ولا لا. يا مزورو يا خيتي ربط لي ذيلو بالخيط. يا رب إن شاء الله القطوس يكل الفار ونرتاحو. في راسك. ملا عيش نهار كل وانا نسلت ونقضي ومن بعد حتى مسلسل ما عنديش الحق باش نتفرج فيها. حليبه راكي تعاركي مع الذبان؟ وانا شكون باش نتعارك مع الذبانه؟ قدري من قدر الذبانه، انت الذبانه خير مني. على الاقل هي عندها جوانح وتطير وتمشي وين تحب هي وتشوف ذبانات اخرين. مش انا محصوره بين اربع حيوط، ندور 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 من بعد ناكل ونبرك. قلت لك انا من قبل قلت لك نحب نولي ذبانه باش نسمع اللي داير في الدار هذه كلها. اليوم نحب نولي ذبانة باش نحس بالوجود متاعي. ذبانة؟ حليبة راكي لاباس؟ اي ذبانة اي. الا نصيرة تحبني حتى شوية انتي؟ حليمة وش بيك هذه هضرة باش تقوليها لي؟ تعرفي نحبك ونعزك بزاف. حليمة يا اختي كي نشوف حالتك نتفرهد وننسى حالتي. ملا ما عادش تقول لي حليمة، قل لي مدام ذبانة باش هكاك نحس بقدري في هالدار. اهلا بسي اسماعيل. اهلا بالله نصيحة. وين حليمه؟ خليها راهي متقلقه في الكوزينه. واش تحب؟ نوصيكم باش يجيني حد من طرف سيب وحيقه خلطوه عليا البيو. اش بيك يا بنتي كلا فيك؟ راني نخمم على حليمه مسكينه، دوك نروح للكوزينه باش نشوفها. وقالت لي راني فديت من هذه الحياه وراني حابه نولي ذبانه. والله مش عارفها، كل ما تبدا عندي حاجه مهمه ما نلقى حتى حد فيكم. بقى يلا بقى وبالك الفليتوكس من قدامها لا تعمل سبه في روحها. ذبانه وحليمه الاجواء في الدار هذه ولا تشبه الكتب كفكا عبث في عبث. مدام مدام هاي جاي جاي جابك ربي جاوني انت جا. اسمع تعبت لبيت المخزن ايه من الكاذن نتاعي اللي فيهم دوسياتي طلعهم لي الكل وجيبهم لي للبيو. باهي باهي توا عندي ما نحكي مع المدام ومن بعد توا نشوف فيها من عنش. مدام 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 انعم 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 ماش تحب؟ نحب نفرش بلاستين ونوري تشوف له وين يسكن. هيا عاد مدام يطلع بالبحر ميت خل نعلق ليله على حانوت الاثاث راهو يلزمني سبعه بالضبط نكون في دار العروسه. معروسة وما أثاث وما نوري وش هي الحكاية ولدي؟ يا مدام انت يافا من حل مخك بالعربي اليوم عرسي أنا وجنات مش نخدموا صداق والعشية نروح بها هوني. ما تعرف مدام جنات ايش طلعت ديكوردية ورجلة وبنت مبلة على الآخر حتى إن شاء الله عسل نصور قلت لها راهو ما عنديش فلوس قالت ما يسالش نعديه هوني في الدار. يما على القليلة لازمها فرش جديد. هيا عاد مدام ما عادش بيك والله مازال عندي نوت حاجات باش نحضرهم. يا حليمه عاد يا حليمه يا حليمه اجا خرج هالهم عليا خرج باش يهبلني قال لك عرس ولا من غلبه يحب يحرس. ما نجمش نخرجوا انا وحدي هذاك يلزموا مليون ذبانه معايا باش ندزوه لبرا. شنو هي حكايه الذبانه هذه زاده؟ ماما فريده خليها حليمه. اه باردون مدام
خليو مدام الذبانة اليوم راهي متقلقة، دوك تزن وبعد تركح. أنت زيدة يا لطيف اللطف، قولوا لي بالكش أنا في مرستان ولا نحلم مش هالغلبة. يا عاد مدام مد الفلوس، راهو صراحة ما نحبش نخلط المخر للعروسة. ضو كيفاش تعرس وبتستدعانش؟ والله ماذا بيا أنا صراحة كنت باش نستدعاكم، أما نجنيت تسكن في حومة سفيح تعرفوها؟ تسمع بيها؟ شنو نسمع بيها؟ نعرفها. ياي وذاك علاش وذاك علاش مدام خفت نسكن غادي يفيقوا بيكم عائلة اسماعيل بوريقة نشدوكم مراهقين. وبصراحة أنا مدام ما تحب الحق أنا جنيت راه قلت لها ما نقربش من الكوزان. مال شنو خفت تبطل العرس وتقولي نسب ما يشرفش؟ هيا مدام مد لي فلوس الفرشي. حليمة خرجوه من قدامي، ربع وقيع قال لي مازالت عندي حب يرزني فيها، اخرج علي اخرج. باهي مدام نفكر هذه حطها في مخك في نفينتك نشوف شكون يقف لك. يحب يقتلني حليمه، خرجوا هالسخطه خرجوا. من فضلك مدام ثبينه شويه احترام لفريده. ما لقيتش انت وهو في ساعتها وانت تفرج واسكت. هذاك البروغرام العزيز اللي راح نتفرجوا ونسكت. شخصيتي خادمة شابة جميلة وأنيقة. عاصمة شكون الخدامة؟ أنا؟ لا مدموزيل، المرا اللي نورمالمون باش تحلك الباب راهي تعبانة شوية. قدري تقولي لي شكون أنت وفاش راكي تسجلي؟ ها سمحني، ديما نحب نسجل أفكاري في الديكتافون قبل ما ننساهم، مش هكاك نجم نكتبهم بعد. أنا مدموزيل سونيا الكاتبة دو لابار دو سي بوحريقة. سي إسماعيل موجود؟ شكون جاء؟ الكاتبة؟ لا شيري، طلعت كاتبة مش كاتب. ها؟ مرحبا مرحبا، عسلامة عسلامة. مادموزيل سونيا الهاتفي. نتشافوا لا نتشافوا. هاي لي طون بيس عنا باش خدمة. تفضل. مرحبا بابا، شكون هذيك؟ مادموزيل سونيا كاتبه جميله وانيقه، راهي في البيرو مع باباك وحدهم وانا راني قاعده هنا نخسر. زعما يجي نهار ونولي نعيط لها مرت بابا. فروسان ما نفضلكوش في هالدار، نمشي نبنتر على روحي خير. اي اي سي وصلت، هاي قدامي. قولي شادي تخي كيفاش عملت باش بدلت الكاتب الكاتبة؟ ها يا خويا خويا خدام هفة نعرفك ما تحيش، زايد انت الوحيدة اللي فهمتني ومزهيتني ديما. هيا اسمع سيسو تو نكلمك. ها تشاو مدام شادية، مسلم عليك باشا باشا باشا. مدام شادية؟ ايه شكوني ما نعرفهاش. ها صح انت ما تعرفش مدام شادية؟ هاي ني جامي توتا أطاوي جينار وتعرفها، ما عندك وين هرب. مرحبا بيك اقعد تفضل. بون شوف سي اسماعيل. وي. كان تحب نكتبوا الكتاب على حياتك. وي. لازمك تعطيني ثقتك الكل. نعطيك بيان سور نعطيك، نعطيك ثقتي ونعطيك اللي تحب. ونكتبوا كتاب حياتي. يا عين يا ليل يا خد يا قد يا. قل لي انت مغرومة بكفكا. والله شيء في ما يشرف ويشنف الانظار والاعناق كي يشوف المساف اللي وصلت له المرأة، وصلت الند للند يا ورجل. توا ما كيفك انت مثلا تبكل عليك شبابة وذكية ومثقفة وخمسة وخميس عليك وعيني ما تضرك والكمون منين يا نان، وهذا إن دل على شيء فهو يدل. سي إسماعيل. نعم. إش قالك كان نبعدوا شوية على السياسة وندخلوا في الموضوع؟ خممتي في اسم الكتاب؟ أما كتاب؟ إي 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 كتاب وي شو خممت 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 شيء ما لقيتش شيء، ما لقيت حتى عنوان. أنا قلت نسميوه مذكرات مخلوع. ها مخلوع؟ والبول يجيني فديت منها الكلمة هذه.
نشوفوا حاجوخه، نشوفوا حاجوخه تشد العباد هكايا وطرج مثلا باي اكزامبل. ها كفاحي. نعم كفاحي. سي اسماعيل، كفاحي هذا اسم الكتاب اللي كتبه هتلر. وي سي في ماي كان في بيان سور. اي سبقني في الحكايه لغاب. نشوفوا حاجوخه. يا كوزان نذير الكردونه الاولى والباقي نخلطهم من بعد. وين تحب نحطهم؟ باهي باهي باهي، يعطيك صحه، حط غادي. يا عاد كوزان تحل نطلع بيهم. شنو ما نطلع بيهم؟ شني شنو نبحي ماك كوزان؟ شبيك اليوم العشيه راهو عرسي، وبصراحه يلزمك تعاوني حتى في حق خبز الجاتو. عرسك هكا باخي تحبوا تحطموني؟ كل ما تلقاوني هكايا بديت ندخل في حاجه، جيبوا لي حاجه اخرى. دا كيفاش؟ اخرج عليا من فضلك، اخرج برا، مشي سايبه بالك في بلاصه اخرى برا، اخرج. لا لا يا كوزان بصراحه مانيش خارج لما تبدل حق الخبزه. يودي يخرج 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 تي برا. وزير سابق مهزوز الشخصيه ويعاني من عقده اضطهاد. شو لا سونيا شفتوا هذا؟ ذو العساس ريتو قبيله البرة قمو ميح وتبالك تنساه. السيد هذاك يمثل النكته السوداء الوحيده في مسيرتي ناصعه البياض، ولذا ما نحبوش يدخل التاريخ ويتذكر في المذكرات نتاعي. ها نقول لك فروزير ضو فجعتني هكا تو بلبس لي التابلو نتاعي. بلبستك التابلو انت او مبلبس الخلطه شنو هذا؟ مش ظاهر قاعد نصور في البيزاج اللي قدامه. شنو البيزاج؟ بيزاج معناته المنظر. المنظر المنظر ولا حتى هو دار فيه منظر على الاخر. اما منظر بعد النجاه زلزال واعصار وفيضان. فروزين نعم ما نعم يا شنو رايك كان نصور لي حتى انا تصويره هكا وانا ممدود ملفوف في ملحفه وناكل في العنب باش نعلقوا في بيت النوم باش الجنات تبات ونصبح علي؟ بصراحه مزروب نحب نجيب صغار. ابو وبربي يقول لي شكون تطلع هذه جنات؟ جنات مرتي. واه مرتك منين لي؟ شنو من لا يا اخي ما قالوا لكش جماعه بلي اليوم العشيه نعرسي؟ وعليك ضو عليك تعرف يلزمك تدخل توا تو تسويت ترتح اعصابك ياسر ولي ديليكات وراه. يا اخي شبيك ما حبيتوش تصدقوني يا اخي باش تعمل كيبوك هذا كله باش ما تعاونونيش في عرسي ونطلعوني مهبول باهي مشات معاكم. اما انا ربي ما يخلينيش. اما باش نقول لك حاجه يا فروزين، انا من اليوم باش نولي نخمم كان في روحي، لا نعرفكم لا تعرفوني. تعرف ضو والله بالمنجد عندك حق، ديما هكاك راه ما يحسوش بالعبيد. فروزين معناها انت مصدقتني؟ بيان سور بيان سور. مسكين ضو الكل من بابا في عوض ياخذك بهبالك كامل عملك شوك ايموسيونيل. يا فروزين اش عمل لي بوك؟ شنو هي الحكايه اللي قلتها في الاخر؟ تي شوك ايموسيونيل معناتها ردك هكا خرطر. يا نشيش بالمجد انا وليت من طوكيو وما في باليش. مالها هو في بالك؟ انت برا ادخل ارتح اعصابك وانا كامل تابلولي في يدي وتنقول لك فيه. تعرف مدموزيل سونيا كل شيء ورقي الكل مستحفظ بهم انا. فاش كارنياتي نتاع المكتب، شو الدفتر المدرسي، اسماعيل بويقا، والله جي لاشي دو بول، والله تفاجئ، شوف، حتى من الكارنيه نتاع التلقيح، رسائل الغرام، إيه شو تصور؟ العائلة كل وقتها في الصيف، أمي وبابا، هذه كراسة اليوميات نتاعي هذه. نقيت فيها كل شيء. عندي قديه ما جبتهم الشواق هذه نتاعي. قديه؟ مليون سنه؟ توا هكا توا مليون سنه، انا عمري مليون سنه، اش عديتني ديناصور؟ انت ليه سي اسماعيل؟ اما هذا يمكن، شنو هو هذا سي اسماعيل؟ ديناصور صغير؟ اوه بوبو! تو لقيتها وين؟ بوبو بوبو. تعرف هذه أول أم لبويا ربيتها في حياتي، وكانت هي السبب في غرامي بالديناصورات. كي ماتت حنطتها باش نستحفظ عليها. تعرف هاي جاتني عزفتلها
عاصفتنا متاع كتيبة، علاش ما نبداوش بالطفولة متاعي؟ مليانة بالأحداث. ها؟ شوف، ها كل شيء مقيد هنا في كاسة. شوف باغ إكزامبل، 1 فيفي 1960، أول مرة ندخل صاحب للدار. أمي أعطتني تيحة نبش القبور وهو ترددته. اسمع سوني، فك علينا من الحكاية دي، ما تجبدهاش. شوف، نهار 3 جويلية 1963، نهار عيد ميلادي. سا سي بو، ها؟ اش قولك؟ وقتها أمي نسيت اللي هو عيد ميلادي، وخرجت هي وبابا وخلتني راسي راس الحيوط. اسمع، حتى هذه زادة انساها، مش لازم تحطها. نهار 15 فيفري 1966، أمي رقاتني مربي بوبو في بيتي، شدتها طيشتها في القاعة وغفصتها تحت ساقيها. بوبو، توا تفكرت كيفاش مات بوبو، توا تفكرت أمي هي اللي قتلت بوبو. يا رب أنا باش نزوج بيك، شنو لقيت كنز آخر؟ أنا كنز يا ولدي، غير من الكنز. شوف نسحب عليك، لقيت مفريش جديد يوم بردبران، المهم والله اللي فهمت علاش حاطينه في بيت المخزن، لقيته ورا الكريدة نتاع كوزان. هذا ما تخلف هذاك الفرش اللي ما تفوقش فيه لبيب وسفاي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. إيش هز علاش لا؟ بس جنية اللي ناوي تعرس بها تلقى فيه راحتها. والله أنا فهمت، أنا نوري شنيا من كيكس في وجهي. نورمال كيكس في وجهك. بالله ناوي تخرج جنية وتحبها بتكيكس لكش. جنات ماهيش جنية. والله أنا فهمت. يا فكر يا نوري، الفرش هي تو نفخر ونقر عليه تو نطير منه الأرواح الشريرة. يا ما اسمع، نرد بالك نجي جنات وتقولها بصراحة نخاف تتفجع وتقطع لها ظنها، خاطر أنا بصراحة ناوي نعبيكم من الدار بالصغار، نجيب لكم بطيون يبداو يتشعبوا في راسك ينبشوا لك في شعرك ويعيطوا لك خلي نولي. خلي جروسك، هي متخلف يا مدك. يا ربي هاو هزوا من قدامي خلي ارتاح منه. يا نوري أنا مش تحب. أنا توا باش نمشي نهز الكردون الكوزان فماش مدبر منه تفتوفة ونرجع لك نركبوا الفرش مع بعضنا. أما اسمع نب عليك، أبدا نلم في حوايجك من توا نخير لك، ما كانش راهو باش نرميك أنت وياه في جدينا. إي تعي وأنت تقبض كي كيلو. باهي أنا قلت لك وأنت ندبر راسك. ياهو فريش ياهو. سي إسماعيل، سامحني مدام، سي اسماعيل مشي من غير ما يقول حتى شيء، كنت نجم تشوفوا اسكو نستناه باش نكملوا الخدمه ولا نمشي ونرجع مره اخرى؟ بلا ما نسالوا حنونه ما راحش يكمل. دايوغ راجلي اسماعيل راجلي ونعرفه، عمره ما بدا حاجه باش يكملها. اوكي، وفرشي اللي راكي معمله عليه يا حنونه ما نخرج منها حتى ندقدقو طرف. فرشك؟ وي فرشي. بون سليمة، إيجا أقعد حاجتي عندك. شحكي لك إسماعيل عليا؟ حكي لي برشا حاجات، أما ديزولي مدام أنا جمش نقولها لك، تتعرفهم كي يخرج الكتاب إن شاء الله. لي مانيش باش نستنى الكتاب، هاو باش نصرصتهم لك أنا. قال لك امي قويه ومتجبره واللي صار لي الكل من تحت راسها، الله غالب ديما ظالمني. ما تاخذش كلامه. لازمني ناخذ كلامه مدام، سينو كيفاش باش نكتبوا الكتاب؟ تاخذ كلامي انا، نمل عليك وانت تكتب. اسماعيل ما يتفكرش كل شيء، عنده نسوه. بون شحلينا فيه تو. اش عامل معاكم سي محمود المسعدي في وزاره الثقافه؟ مدام محمود المسعدي تنحى عنده 30 سنه وعنده توا 6 سنين من اللي توفى. أيوة، وين نقولش بيه كل مرة نطلبه بيهزش عليا. بابا علاش هكا تاع ماضو؟ واه وينو؟ شنو
هو هذا؟ هو تصور بابا ذوما. أيوة جورنال انتي متاع بابا. شنية هذي؟ عادي قلاس 15 فيفري 1966، أمي شدتني مربي أم البوية فكت هيلي وطيشتها في القاعة وردستها تحت ساقيها. بوبو شكون بوبو؟ طوا كان جيت أنا ذبنا بالحق قداش يلزمني نقدم من قدمة باش نكمل قاعدة القاتو ولا علاش؟ حليمة أعطي حاجة لمدمازيل سونيا تشربها. باللي عمرك سمعت بذبانة تحل فرجيدير وتجبد باكو جو وتصب في الكاس وتعطي المدمازيل؟ هذه يلزمك تحطها في الكتاب نتاع اسماعيل، ريتها هالمخلوقة عايشة في خيري وحميري وعمل علي خشم. ذبانة كيفي أنا منين جيها الخشم حتى تهزه؟ يعبد ربي لو كانت تطلع لي الكلبة بنت الكلب لما نهزها هي وقشها على طول يدي ولا وحها في الشارع وقتها تعرف ايش الذبانة شنية. مدمازيل سونيا انا تعبت يكفي اللي حكيته لك اليوم اشرب حاجة وفي الامان. في الامان عايشك مدام. وليت الدار مرقوية وتحب تتحكم في كل شيء. سامحني بربي اش قاعدة تعمل؟ نفهمك انا بخلف الكتب قاعده نكتب للتلفزه وتوا نكتب في سيت كوم دونك نلوج هكا على شخصيه تضحك. انت تخدم في التلفزه؟ مالك البرنامج اللي يجيبوا فيه العباد يحكيوا على مشاكلهم ويفضحوا رواحهم قدام 10 ملايين تونسي تعرفوه؟ نعرفو. ما تقوليش انت زاده تحب تمشي له تفضح روحك. لا نحب نفضح الا فريده ونحكي لهم على قصتي على ما عملت فيا. حليمه عسلامه. حليمة؟ شكون هذي؟ هذيك مدمازيل سونيا. عجبتك؟ كاتبة باش تكتب كتاب على سي اسماعيل. كاتبة؟ ان شاء الله كاتبة. لا 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 امبوسيبل. انت بالحق مدمازيل اسماعيل للدوك مازال ما جاوبتنيش على السؤال تاعي. واش فيها خير مني هذيك الزفلتوتة مدمازيل سونيا الكاتبة؟ شفتك كي جات كيفاش قاعد تخزر فيها وعينيك قريب خرجوا. لا ما تخافش يلا ما تخافش. بعد الشيء اللي تفكرته على طفولتي اليوم يراني نعمه كان مازلت نخزر لما. بالحق شي غير راح توعدني. شو نوعدك نعمه؟ باهي نوعدك يلا نوعدك. اش مازلت حشتي بيه انا نظر. تعرف نسيها كي رجعوا لي ذكرياتي متاع صغري ما تتصورش الصار فيا خاصة كي رجعوا لي كل مع بعضهم. تعرف كوكو اش صارلو؟ كوكو كي كوكو حسن اللوح اللي كنت نلعب عليه وانا صغير. وانا وين حبيتني شي غير نعرف الكوكو نتاعك واش صارلو؟ نسيت باللي نصيحة مازال ما تولدتش نو؟ بركة ما تنوح عليا دوك. هيا يا سي محمد قول لي واش صار الكوكو نتاعك؟ تقسم على ثلاثة. نثبت جاتنا مرت وزير المالية متاع وقتها وجابت بنتها شمينة قدنا هكا هي تحصاني وهي حبت تركب فوق منه. قلت لها يما يما ما تخليهاش تكسرولي يما. قلت لي يومي ان شاء الله تفتفتوا. امي وقتها عندها مصلحة ببوها ركبتها فوق منه ويا هي وقسمته على ثلاثة طوف. سالو. اوه فروزان جابك ربي اقعدي مع ابوك تحكي معاه على خاطر انا فديت. نصيحة يعيشك ما تخلينيش وحدي. شنو شيري توا نروح نحضر لك البيبغون مون بيبي ونرجع لك. بابا لاباس؟ لاباس منين لاباس؟ منين؟ ماليش لاباس. بابا؟ بوبو بوبو بوبو
بابا حطيته في كواتو. سا سي فريمون جونتي. تعرف ما كنتش نتصور انك تحبني قد هكا. مي سي نورمال ابخي تو انتي بابا. وتعرف مش بالعاني تحفيدي جورنال انتيم نتاعك وقريتو. محسوب ناس باش يقراو اليوم ولا غدوه كيف كيف. شفتك الفضايح شفت. اما يلفو دير اللي انت ياسر تعذبت وانت صغيره. تعرف اللي كتبته حسيته الكل وانت صغير. انا كيف كيف حسيته الكل وانا صغيره والكل منك هكا جيد. كل ما تلقى فوسة باش تنتقم مني تنتقم مني. اخرج عليا اخرج اخرج خليني وحدي. راني خارجه. اما هو باش نقولك انت انسان ما تعرفش تواجه وكل ما جينا قرب منك ادزني. وانت كل ما تخرب لي تحب تلكعني. جاي عقرب لامك. عقرب اما فنانة. سامحني بابو. يا ربي محصورين هوني لا دخلوا لا نخرجوا وسيدي يكش علينا ويمرمتونا. وينا الفريدة دي ما تعاير فيا وتقول لي يا صناعة الفرقة يا بنت الدربيك جي ما تخلي ما تعمل فيا. بكيت نحيت خبجة على قلبي. وانا زاد يا بكيت نحس في روحي تفرعت. مش نورمال حتى منك الضو قاعد نحس اللي انا وليد نعبو عشية كاملة ما شفتو جد وحشتو. مسكين ضو احنا تلهينا في رواحنا وهو قعد يهتري بعرسه وحده كان ما يطلع مل في روحه سبة. تعلو ما تعرفش كيفاش خلمش نطلع لي خير بترسيلي واحد في عبيضته وتطلع لي كل ليلة بل نعرف ركيكته. باهي وتوا ما زلتش تحس في روحك ذبانة. لا بعد ما حكيت لك كل شيء وفحت المرأة اللي لمتني وحنت عليا وليت نحس في روحي جربوعة. شخصيات مضطربة تعيش مع بعضها في شبه عزلة بينتهم صراعات. فالعملة يريتني ما جيت السيت كون تقلب دراما. مادموزيل سونيا مازال كي هنا. سامحني مدام جماعة شادوني شوية بالحكايات. تعرف ساعات جورناليست يولي بسيكياتر من غير ما يشعر. ما نقعد يقعد يحنونا دوك نحط حاجة ناكلوها ونحكي لك حكايتي. لا سامحني مدام لازمني نمشي توت سويت تحس في الديبريسيون قاعدة تتعدى لي. ديزولي صباح الخير. شو اسمعين باش نقول لك كلمة واحدة. صحيح أنا كنت صعيبة معاك وقت اللي كنت صغير أما يلزمك تعرف حاجة اللي عملته الكل كان لمصلحتك. أنا فنيت عمري وشبابي باش كبرتك وربيتك وطلعتك راجل. راجل شو راجل يا عمي راجل وسيد رجال. على الأقل في نظري أنا أنت الراجل اللي خرجت به من هالدنيا. تعرف أمي أول مرة تقول لي حاجة من هذا. يا مهبول راني أمك بلكش تخيني نكهك. بصراحة بصراحة كنت ديما نظنك كأنك مرت بابا هكا وخطفتني لأمي الحقيقية. ليه يا سيدي أنا أمك وقلبي يذوب كي راك هكا. أم جاي تعنقني وتبنن بيا شوية. قومة مسروحك قال لي عنقني وبنن بيا. وهذه شنية قدش من مرة نبهت عليك قلت لك أم البويا لا في داري. هاي لا سلمى منها لا حياة لا ميتة. مغيار يلي راجلها مغيار يلي مغيار ليش أمر ضو يا ضو تحل الباب. يمشي شو يعملها يا ضو رد بالك تبطل روحك تلاشك علاش يا ضو تحل الباب. جاي انا مازلت عازم ما نمشي نبطل روحي انا. يا ضو ضو يا ضو نتفضل سينوري. ايش تحب كيلو جاك مازلت حي. تعال
كنت تحرري في بيتي اللي ما نقتلك. يا ودي تتكلم اش تحب؟ اش نحب؟ نحب ندخل عند بيتي فوالا. واختالي ولدي اش بيك؟ يا اخي بلت تحب تدخل تبات معايا نفرد بيت وانا بيت عروس. كل كيلو. بيت عروس؟ هيا بعدا ما تجيش من البال نتاعك. اسمع نب عليك ما عادش تسرق لي كلامي. كل كيلو. يا ولدي امبوسيبل يعني امبوسيبل تدخل. انا مادامتي ما تكشفش على الرجال. مادامتك فيك فيك على روحك. هي ثم مرة ترضى بيك انت. قال له مادامتي. ضو يا ضو يا يا دخل عندي شانكليك وانا داخلك انا. مش نبال امبوسيبل. قلت لك شي. مش نبال امبوسيبل.